لطيف باغتي، مستشار جامعي بجامعة ورزازات ونائب رئيس المرافق العمومية بمدينة ورزازات. أنا اليوم بغيت نهضر على قضية ديال هاد الساحة العمومية، ساحة الموحدين، اللي الحمد لله كان هاد المشروع هذا دائما كيتقال بأن غادي الساحة غادي تكون واحد الساحة بحال ساحة جامع الفناء. وهذه كانت فكرة صراحة ديال المجالس اللي قبل منا، ولكن اليوم المجلس الحالي برئاسة السيد الرئيس ارتأى على أساس هذا المشروع هذا، بغيناه باش يخرج للوجود وبغيناه يكون واحد تجربة ناجحة بالنسبة للمنطقة ديالنا. وكذلك بهذه المناسبة بغينا نشكره السيد عامل إقليم ورزازات اللي عطى التعليمات ديالو على أساس هذا المشروع. غادي يكون إن شاء الله واحد المشروع اللي غادي يجلب لنا السياح، واللي هاد السائحين ملي يجيو لمدينة ورزازات يلقاو واحد المتنفس اللي غادي يمشيو ليه ويشوفوا مثلا لي فولكلور اللي عندنا في المنطقة، ويشوفوا الشباب ديال ورزازات اللي حتى هو كذلك غادي يكون كيدير دي زاكتيفيتي ديالهم، مثلا دوك لي زارتيست ولا مثلا اي واحد عنده شي موهبه ممكن يبينها في هذيك الساحه. وان شاء الله كنتمنوا هذا المشروع هذا باش نعملوا به زعما كاملين ونعطيه واحد الاهميه، لان هذا المشروع صراحه غيكون واحد المتنفس المتنفس للمدينه وكذلك الاقليم، لان عندنا الناس دابا هاد الجماعات في الاقليم كل ويكاند كيجيو لورزازات، ولكن فين خصهم يقصدوا في ورزازات ما عندناش، ولكن اليوم عندنا هاد الساحه هادي هاد المتنفس ان شاء الله اللي غادي توفر فيها كاع المسائل اللي شفناها في جامع الفنا غادي توفر في هاد الساحه هادي. وبالمناسبه كذلك هادي باش ما نساهاش كنشكروا جزيل الشكر السيد باشا مدينة ورزازات اللي حتى هو كيسهر على هاد المشروع هذا، وعنده تتبع وعنده إلحاح ديال النجاح ديال هاد المشروع. بهذه المناسبة كنشكروا السيد الباشا، وكذلك كنشكروا جميع الشركاء اللي صراحة بحال المجلس الإقليمي للسياحة على رأس السيد الرئيس السي سعيد المراني، حتى هو صراحة عنده أفكار آراء بالنسبة لهذه الساحة هذه. وإن شاء الله كنتمنوا هذا المشروع هذا يعطي واحد النتيجة إيجابية ناجحة، ماشي غير على الصعيد الوطني، بغيناها تكون على الصعيد العالمي إن شاء الله.